هي كتب موجهة للأطفال، المتمعن فيها يلاحظ اهتمام المختصين بجانب تصميم أغلفة الكتب، وذلك من خلال الألوان والرسومات المختلفة التي من شأنها ترسيخ حب القراءة للطفل. لذا تعمل دور النشر على استخدام الابتكارات الجديدة سواء على مستوى الرسم أو الورق. أكيد الجانب التصميمي ليس ارتجالي، وفيه ناس مختصين كبار الطفل، بحيث أن لا ذلك الكتاب لا يدفع الطفل إلى الشعور بالملل، بالعكس رغبة في الاستزادة كل مرة بتصميم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، اختيار الألوان ضروري جدا، وحتى ليس فقط اللون أو الصورة، حتى لمس تاع الكتاب ضروري للطفل. هناك بعض الكتب الخاصة مثلا باش يكتشف الفواكه، لما يمس الطفل راه يحس كيما حنا لما نمس مثلا بانانا ولا فريز، ولا تحس هذاك التحبيب. هنا العنب كذلك تحس الفرق ما بين الورقه وما بين حبه العنب، كذلك في البطيخ، المشمش، كل هذه انا ليس فقط نشوفوا هنايا ان البرتقاله تحس باللمس الحقيقي تاع البرتقاله. إلى جانب فن الغلاف لجذب الطفل للكتاب، يلعب الأولياء دورا محوريا في ترسيخ ثقافة القراءة للأطفال من خلال اختيار الكتاب المناسب حسب المراحل العمرية. كما نعرفوا يعني الطفل صفحة بيضاء، والأولياء هم اللي عندهم الدور الكبير لكي يحببوا له الدراسة ويبعدوه على الانترنت والمواقع يعني التواصل الاجتماعي، والقراءة يعني هي الحافز الوحيد اللي تساعده في الدراسة تاعه وتزيد تنمي له القدرة تاعه الذكاء. قولي ما دي مقرأ الكتابات باش يعلموني ونعرف نعبر في القسم، وهما أصلا مفيدين للأطفال، نكون مريحة من دير والو نقرأ القصص وكتابات. باسكو يشبهوا شوية لي فيلم، كي اللي تشوف ان فيلم بصاحبك تقراه تو دوفيان بليز انتيليجون، تولي خير في القراية. بناء وتنمية شخصية الطفل، ناهيك عن تعزيز المهارات اللغوية وارتفاع التحصيل الدراسي، تعد من بين أهم فوائد تعزيز حب القراءة للطفل منذ الصغر.